السلام عليكم ورحمة الله، معكم مس ميرفت من مدرسة وروضة جيل الراشد. كيفكم أطفال الحلوين؟ كيفكم اليوم؟ إن شاء الله رح أكمل معكم شرح الرياضيات عند ما وصلنا من عند الساعة الآن، وعن طريق التعليم عن بعد، وإن شاء الله قريبا نعود لمدرستنا ونكمل باقي دروسنا وتنتهي هالغمة بسلام إن شاء الله. اليوم درسنا السعة. السعة، ما هي السعة؟ شايفين ماذا ننظر؟ إذن السعة هي مقدار ما يحتوي الوعاء من سائل. كيف بدي أعرف سعة الشيء؟ مقدار ما يحتوي الوعاء من سائل. طيب، عندنا درسنا اليوم اسمه وصف السعة. وصف السعة، ننظر إلى هذا الإبريق. إحنا حكينا الآن إنه السعة هي مقدار ما يحتوي الوعاء من سائل. ننظر أمامنا إلى هذا الإبريق، عندنا كأس، كأس آخر. سأتحدث الآن عن كل كأس من هذه الكؤوس تماما كما ترون أمامي. أنا أمامي هنا كأس فارغ. هذا الكأس ما هو؟ فارغ، لا يوجد فيه شيء. طيب، أنا الآن أريد أن أعرف كيف لما أضع فيه ماء إلى جزء منه، أقول إنه نصف ممتلئ. عندما لا أكون في أي شيء من السائل نسميه فارغ. ننظر إلى هذا الكأس. هذا الكأس ماذا ترون أمامي؟ كم أنا وضعت فيه سائل؟ هل هو مليان؟ عبى لفوق؟ لا. ماذا يوجد فيه؟ إذن هو كأس نصف ممتلئ. هو كأس نصف ممتلئ. انظر، هو كأس نصف ممتلئ. طيب، ننظر إلى كأسنا الثالث. ماذا ترون أمامي؟ مليان؟ هل هو ممتلئ؟ أم نصف ممتلئ؟ أم فارغ؟ هو ممتلئ. رائعين أنتم أطفالي. وهذه هو المقصود في معنى درس السعة. نعود ننظر إلى هذا الإبريق. شوفوا كيف أصدقائي، هذا الإبريق كان عندنا الكأس فارغ، وعندما وضع فيه أصبح ممتلئ بالكامل، وعندما وضع فيه جزء من الشاي نصف ممتلئ، وهنا بقي هذا الكأس فارغ. هنا الكوب هذا ماذا نقول عنه؟ أحسنتم، نصف ممتلئ. هيا أصدقائي الحلوين أطفالي، عندنا هنا الكأس هذا ممتلئ، فنجان القهوة ممتلئ. ننظر إلى هنا، كأسين عصير، نعم الاثنان نصف ممتلئ. نصف ممتلئ يعني ما هكذا، ممتلئ مليان لأعلى الكأس لفوق، فنحن نتحدث عن نصف ممتلئ، وهنا فارغ. سننتقل إلى كتاب التمارين. طبعا أكيد أنتم كلكم شاطرين. نفتح على كتاب التمارين صفحة 27. هنا أنتم لوحدكم سوف تستطيعون الحل. الكأس عندما يريد أن يكون ممتلئ كيف سنلونه؟ هنا يريد أن نلون حسب الكلمة المطلوبة بالأسفل، ممتلئة، نصف ممتلئة، فارغة. تهجوها معي، حاول نعرف نقرأها. أصل بين الشيء والكلمة الدالة عليه فيما يأتي. بدنا نوصل الآن، في أمامي كوب أو في أمامي حوض في سمك. هو إلى أين تأتي الماء؟ لن أخبركم، سأرى الحل إن شاء الله على وسائل التواصل بيننا. إلى اللقاء.